السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام متابعي قناة البلد، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ضربة حرة الأسبوعي، وأتمنى أن يقدم ما يرتقي إلى مستوى المشاهد الكريم في كل مكان داخل وخارج السودان. والبداية بقراءة بعض الأخبار التي وردت إلى استوديو ضربة حرة في هذه الحلقة، حيث جاء في صحيفة فجر سبورت الإلكترونية خلافات حادة في اجتماع مجلس الاتحاد العام بالأمس، والرئيس المكلف يتلفظ بلفظ غير لائق وخروج أحد الأعضاء غاضبا، احتجاز أبو جريشة في فندق بوفنبيرغ بسبب الاستحقاقات على المريخ، والهلال يخضع الثنائي إيرينغ والطيب عبد الرازق للفحوصات الطبية ويشكو صحفي مريخي، الأزرق أنشوان يعود التحضيرات والمسابقات تؤجل مبارياته مع الخيالة. كذلك أيضا في عناوين هذه الصحيفة، صن داونز يكرر فوزه على الأهلي المصري بهدف ويشعل الصراع في المجموعة، ومن عناوين الصحيفة شباب الهلال يحتفل بفوز الفريق الأول على المريخ بحضور العنيقي وياسر. كذلك في بعض العناوين الرئيسية في الصحف الرياضية الإلكترونية منها صحيفة الزرقاء التي جاء فيها الهلال يستعد للقراصنة بمعنويات كلاسيكو الأبطال، وصن داونز يسقط الأهلي ويضمن العبور، جاسامة يدير صدام السبت، حازم يزور الصوبات للإمارات وتأجيل لقاء الأسياد والخيالة. صحيفة أبولا البرتغالية تهتم بتفوق موتا في الديربي مع الكتيبة الهلالية، أول لقاء يجمع بينهما عقب الديربي، حازم يزور الصوبات والرئيسان يؤكدان التعاون والتنسيق في كافة المجالات. ويستأنف التحضيرات مساء اليوم الهلال يبدأ مناورات مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي. كذلك أيضا أكد مصيره بات مرهونا بأقدام لاعبية طاهر يونس، خسارة الأهلي جددت آمال الهلال في الأبطال. وكذلك ياسر مويس والغربال يهديان الانتصار لجماهير الهلال وتأجيل لقاء الهلال والخيالة لوقت لاحق. كذلك أيضا من أهم الأخبار في هذه الصحيفة، بمستشفى رويال كير الهلال يخضع الرباعي لكشف طبي اليوم، محمد أحمد إيرينغ، الطيب عبد الرازق، جيرال فيري وعمر علي سعيد المصري. بقيادة بكاري جاسامة كاف يعين طاقم تحكيمي جامبي لإدارة مباراة الهلال وصن داونز السبت القادم باستاد الهلال عند الساعة 3 عصرا. أجاجون يغرد في سوشيال ميديا 3 نقاط مهمة لنحافظ على التركيز، ولجنة لم الشم الهلالي تجتمع مساء اليوم. كذلك قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلى الله العظيم يحتسب رئيس وأعضاء لجنة تسيير نادي الهلال والمكتب التنفيذي والطاقم الفني واللاعبين وكافة مكونات نادي الهلال عند الله تعالى الكاتب الصحفي الأستاذ ياسين عمر حمزة الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى فجر يوم السبت أو فجر أمس السبت، ويعد الراحل من الشخصيات التي لعبت دورا بارزا في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الهلال من خلال ساماته الصحفية القيمة، كما يعد أحد أقطاب ورموز نادي الحركة الوطنية كما جاء في بيان نادي الهلال. نسأل الله له الرحمة والمغفرة والقبول الحسن، إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك من الأخبار، فقد فريق الأهلي فرصة الوصول لصدارة دوري المجموعات بالخسارة من جديد على يد فريق صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد في اللقاء الذي جاء ضمن حسابات الجولة 4 بدوري أبطال أفريقيا. كشف المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي مانكوبا مانجيتي عن مؤامرة قادها منافسي في الدوري المحلي نادي كايزر تشيف الجنوب أفريقي لمساعدة الأهلي منافسه في دوري أبطال أفريقيا. وجاء ذلك في مؤتمر الصحفي السبت الماضي. قال مانجيتي إن كايزر تشيف يحقد عليهم ويتعاون مع الأهلي ضدهم في أبطال أفريقيا. وأضاف أرسلنا إلى غرف ملابس بعيدة عن ملعب المباراة في الوقت الذي استخدم فيه الأهلي المصري غرف ملابس الملعب القريبة. وأضاف أعتقد أن ما يجعل الفوز على الأهلي أفضل بالنسبة لي هي المساعدة التي تلقاها الفريق الأحمر من كايزر تشيف، وأكمل لم يكن متاحا بالنسبة لنا استخدام غرف الملابس في ملعب المباراة في الوقت ذاته. الملابس كانت متاحة للأهلي المصري بشكل طبيعي، وهذا هنا أعني أن أبناء بلادنا لا يمكنهم استخدام غرف الملابس داخل بلادهم. وواصل ماجيتي، شعرت أن كايزر تشيف يحقد علينا لأنه
وكان بإمكاننا نقل الأهلي بسهولة إلى غرف الملابس البعيدة الأخرى البعيدة عن الملعب، ولكن العكس هو الذي حدث في هذه المباراة، والأهلي استخدم غرف الملابس داخل الملعب، وذهبنا نحن أبناء البلد إلى الغرف البعيدة واضطررنا لقطع مسافة طويلة. وأردف في العام الماضي أراد الوداد أن يتدرب على ملعبنا، ولكننا لم نسمح لهم بذلك لأنهم كانوا سيعتقدون أننا نشكل تحالفا مع طرف خارجي ضد كايزر تشيف الوطني. وأتم يجب أن تعلم أو أن تعمل أندية جنوب أفريقيا معا بدلا من أن تكون ضد بعضنا أو نكون ضد بعضنا، وذلك عندما يتعلق الأمر بتمثيل البلاد في بطولات المحافل الأفريقية. وتابع لذلك بالنسبة لي الأمر كان أكثر من الفوز على الأهلي المصري، وهذا درس جيد وجديد في عن الوطنية، ويجب احترام حقيقة أنه عندما نصل للمنافسة في هذه المرحلة فإننا نتنافس تحت علم دولة واحدة وهي جنوب أفريقيا. أضاف إنه أمر مهم للغاية، وأنا لا أقول يجب علينا خلق خصوما لنا، ولكن يجب أن نحترم حقيقة أننا نمثل نفس البلد مثلما يمثل الأهلي بلاده مصر. يعني الكلام طبعا كلام قوي جدا من مانجيتي مدرب فريق صنداوز، اللي رأى أنه فريق هذا الشيف كان يساعد الأهلي المصري قبل المباراة، ولكن في النهاية فريق الصنداونز الجنوب أفريقي واضح أنه قهر كثير من الصعاب قبل الفوز على الأهلي من خلال فوزه على بطل أفريقيا مرتين ذهابا إيابا. هذا يؤكد قيمة الصنداونز كفريق قوي جدا في هذه المجموعة، ويمكن أن يكون هو الحصان الأسود في هذه المجموعة، ويمكن أن يذهب بعيدا في هذا الموسم في هذه البطولة. وكذلك كما ذكر ماجيتي أنه وجد كثيرا من العراقيل التي وضعها فريق كايزر تشيف أمام فريق صنداونز الجنوب أفريقي، أنه كان يساعد فريقا أجنبيا على فريقا وطنيا. إذن بعد الفاصل سنستقبل إن شاء الله واحد من الصحفيين المميزين الحديث عن كل هذه المواضيع ونقاط مباراة القمة الأخيرة التي فازها الهلال بهدف دون مقابل لياسر مزمل، وبعثر فيها أوراق هذه المجموعة وجعل الفرص موجودة لكل الفرق للترشح مع صعوبة في المباراة القادمة. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج ضربة حرة، وسعداء أن يكون معنا الصحفي المعروف سالم سعيد. مرحبا بك في ضربة حرة. يا مرحبا بك الزميل النذير، ومرحبا بمشاهدي قناة البلد. مرحبا بك. طيب سالم سعيد، قبل نبدأ بالدخول عن تفاصيل المجموعة وحساباتها والحديث عن مبادرة القمة بالذات طبعا بالتفصيل، خلينا نبدأ معك بداية عن رأيك في أطراف أفريقيا بشكل عام هذا الموسم. المستويات متقاربة جدا، المنافسة شرسة، المفاجأة كانت قائمة، أندية كثيرة خسرت على ملعبها، الأهلي خسر على ملعبه، الزمالك خسر على ملعبه، ده من الشواهد الموجودة في النسخة الحالية. معظم الأندية المتوجة تأهلت إلى دور أو تشارك الآن في مرحلة المجموعات. المنافسة صعبة، في مجموعات طبعا تأهل منها أندية، بترو أتلتيكو الوداد تأهلوا من مجموعة الزمالك، لكن في النهاية لا تزال المنافسة شرسة. لا يوجد فريق حتى الآن يلبس ثوب البطل، أو حتى فريقين يعني لديهم شخصية البطل، ولا حتى صن داونز الذي يعني قهر الهلال وقهر الأهلي والآن يتصدر بعشر نقاط، حتى الآن أنا حتى الآن لا أراه أيضا يلبس شخصية البطل. الأمر قد يكون من أسباب هذا الأمر إنه القارة الإفريقية مفرقة من اللاعبين، باعتبار كل اللعيبة الجيدين خارج القارة الإفريقية ذهبوا إلى أوروبا، وهناك من يذهب إلى الخليج، إلى اليابان، إلى الولايات المتحدة، إلى أي دولة. ده اللي خلى حاليا ما في شخصية حقت نادي بشكل قوي جدا في بطولة دوري أبطال إفريقيا. طيب حتى الأهلي المصري نفسه الفريق المعروف إنه دائما بيلبس شخصية البطل، عنده كاريزما، يعني يخسر ذهاب وإياب من صن داونز، حاجة من فارقات كامل جديدة في أبطال إفريقيا، ولماذا الأهلي تراجع بهذا الشكل؟ الأهلي أصلا لم يكن جيدا، لكن الأهلي عارف كيف ينتصر بآخر نسختين توج بها 2020 و2021. لو رجعنا بالذاكرة إلى مباراة الأهلي والهلال التي كانت في مدرمان وانتهت بالتعادل، الهلال كان يستحق الفوز على الأهلي، لكن الأهلي فرض التعادل بهيبته على الهلال وتأهل عن طريق عن المجموعة، ومضى إلى أن وصل المباراة النهائية، ولم يكن أفضل من الزمالك في النهائي، الزمالك كان هو الطرف الأفضل، لكن الأهلي هو الذي توج بلغب البطولة. في النسخة الماضية 2021 أعتقد في توفيق كبير لازم الأهلي في تلك النسخة الماضية إلى أن وصل إلى، يعني كان خسران من المريخ 2-0، المريخ أضاع ضربة جزاء، يعني في عوامل كثيرة ساعدت فريق الأهلي في الوصول إلى المباراة النهائية، ثم واجه فريق ضعيف في المباراة النهائية وهو كايزر تشيفز الجنوب أفريقيا، أصلا الفريق لم يكن
مرشح على الإطلاق. جملة مشواري الأهلي في النسختين الماضيتين وحصيلة مشاركته في كأس العالم للأندية أعتقد كانت محصلة خادعة لدى لعيبة الهلال تحديدا، لأنه الأهلي وقد جاء راجع من كأس العالم للأندية واجه الهلال هنا في مدرمان. الهلال خدع بأنه الأهلي ثالث العالم وفريق جاي يعني غالب الهلال السعودي أربعة وهكذا أمور. وإن غاد الهلال إلى تعادل سلبي ما كان يجب أن ينغاد الهلال، الهلال كان من المفترض أن يفوز هنا في مدرمان، فرط في الانتصار. ولو كان الهلال فاز هنا في مدرمان أعتقد كانت الحسابات كان حديثنا هسه حيكون نفسه مختلف وغير شكل المجموعة بشكل كبير. لكن الأندية والمريخ أيضا فرط في تعادل كان غاليا أمام الأهلي في القاهرة. كل هذا المعطيات واضح أنه الأهلي بتركيبته كنادي كبير في أسوأ ظروفه، ما يميزه أنه من بين الأندية الأفريقية في أسوأ ظروفه يعرف كيف ينتصر، لأنه فريق كبير فريق فوجئوا بأنه خصومهم نفسها ما خالص والخصوم متراجعين وفي تفريط حصل من جانبهم. بعد ذاك المريخ وقت فوجئ بالأمر ده شعر بأنه هو يعني ليه حدد كورته أمام الأهلي في القاهرة، وبالتالي هو سيكون امام منافسه غير عادله مع خصم مباشر له. نحن توقعنا ان الاهلي ده يكون هو الاول والهلال المريخ يتنافسوا مع صن داونز. الوضع ما بقى كده، بقى صن داونز بقى المريخ في حد سواء مع الاهلي هو الهلال سواء. هو الهلال مع الاهلي. طيب دي نقطه مهمه جدا، المريخ كان يجب ان يختار الساده الهلال. طبعا المريخاب غاضبين من حكايه انه ليه المريخ اختار الساده الهلال، وده امر انا ما شايف فيه اي غضاضه. كان يجب ان يلعب في ملعب الساده الهلال، وإذا تعسر الأمر أو إذا حسب ادعاءات البعض، وهو الأمر ده ما حدث، إنه رئيس الهلال هشام الصوباط رفض منح الاستاد، ممكن كان المريخ يلعب في أي دولة ما عدا مصر باعتبار إنه خصمك من مصر. شوف مصر بلد مضياف وبلد جيد جدا وملاعبه جيد جدا وفيه جالية سودانية كبيرة، فقط في حال خصمك ما كان الأهلي، يعني مجموعة المريخ دي ما كان فيها فريق مصري كان اختيار ملاعب مناسب جدا. الجماهير بيخشوا هنا، الجماهير ما بيخشوا لدواعي امنيه، هناك الجماهير بتخش، الملاعب جيده، كل الامور جيده. لكن طالما خصمك فريق مصري ما كان يجب ان تلعب في القاهره. فقدت جزء من فقدت عامل مهم جدا بالنسبه لك. في نقطه ثانيه من اسباب انه دعت انه مجلس المريخ برئاسه النائب الاول محمد سيد احمد تحدث في مؤتمر صحفي في وكاله سونا وقال حنجيب المباراه هنا في الخرطوم، السبب شنو؟ السبب انه مجلس اداره الاهلي اتفق مع المريخ. طبعا الكره الاولى للمريخ قدام صن داونز لعبها من غير جمهور، الامن المصري منع الجمهور، السبب شنو نحن ما نعرف، برضه نوع من الحرب على المريخ ما معروف في الخفاء يعني. كره الهلال والمريخ دخل فيه جمهور سوداني، جمهور سوداني. طبعا المريخ كان من حقه انه يشيل النصيب الاكبر 5000 تذكره بده يلا 500 بده 500 لانه هي ملعب، لكن طبعا تعاملوا كجاليه والسودانيين كلهم دخلوا. جميل. طيب جات كرة الأهلي، منح المريخ 500 تذكرة والأهلي 4500 على اعتبار دي مباراة الأهلي، يعني المباراة جاية المفروض المريخ يمنح 5000. إدارة الأهلي رفضت هذا الأمر، السلطات المصرية رفضت، والكلام ده نشر في قناة على الفيس القاهرة 24 وصرحت بشكل رسمي بأنه إدارة الأهلي والسلطات المصرية رفضت، قال لهم المباراة في أراضي مصرية، لا يعقل أن نمنح جمهور الأهلي 500 تذكرة ونمنح جمهور المريخ 4500 تذكرة بالواضح. لأن ده حقه الأول واتفاقه الأول. المباراة هي مباراة المريخ، يعني المريخ ده لو لعب مع الهلال في استاد الهلال هي مباراة المريخ، والمريخ لعب مع الأهلي في ملعب مختار التش نفسه هي مباراة المريخ. أنا أتكلم على المبنى، المبنى ممكن يكون استاد الهلال أو الأهلي، لكن المباراة حقة المريخ، مباراة حقة المريخ معناه الجمهور يمنح 90% من التذاكر حسب ما تنص لائحة الكاف أو 80%. المريخ يتحكم في الطاقات الإعلامية كله أيوة. مباراته أيوة حقته خلاص في أي مكان يلعبها. لكن هنا الأهلي بدأ يعمل حرب على المريخ من خلال خلاص، هي ما بدأت مباراة المريخ، مباراة المريخ على أي أساس؟ المريخ يضيف نفسه. ضيف صحيح، المريخ ضيفا على زي المباراة الأولى بالضبط يعني، زي المباراة الأولى أيوة. ودي هم الجزء الوحيد اللي كان ممكن المريخ يكسب منها، ممكن كان يستفيد منها 4500 مشجع ويدخل 1500 مشجع ولا دخل الأهلي 500 مشجع يكسب المباراة. طيب عموما احنا في المباراة التسعة جاية احنا كده بشكل إعلامي وبشكل فني، طبعا خلينا الناس الفنية، لكن نمشي معاك لجزئية مهمة جدا وهو موضوع تصريح طبعا قام به المدرب مانكوبا مانجيتي اللي هو المدير الفني لصن داونز الجنوب أفريقي، وده كمان يعني كان بحسن انه السودان ده بيحصل فيه احنا بنشوف حاجات غريبة جدا، انه المريخ يرفض الهلال والهلال يرفض المريخ، ومرات يقول لك والله المريخ ادى معلومات لفريق ضد الهلال والهلال ادى معلومات ضد المريخ. الحاجة موجودة في افريقيا دولة متطورة جدا. المدرب ما جيت قال انه كايزر شيف ساعد الاهلي وكان عاوز الاهلي يخسر
هيكسب صن داونز من خلال اعطاء غرفه الملابس اللي في الملعب البعيده لصن داونز القريبه للاهلي. وقال انه دائما صن داونز بيحاول يعطل، وذكر انه حتى العام الماضي لما لعب الوداد مع كذا شيف هو فريق صن داونز رفض يدي الوداد الملعب يكسب صن داونز. هذا امر جيد جدا طبعا بالنسبه للدوله، رفض يدون الملعب. ايوه جيد طبعا شو وطني طبعا. طبعا عكس سنة سعد الاهلي يعني. نعم. طيب والامور دي حاصله في افريقيا للاسف. يعني اذا في دوله زي تنزانيا دخلت جمهور السيمبا وكان كان بيشجع ضد فريق الشباب مع فريق المريخ في احد المباريات. أيوه. بشكل رسمي ولافتات وكذا. أيوه. يعني يعني مشجع المريخ ما هيعملوا كده. نحن ما بيعملوا كده مشجع الهلال المريخ ما بيعملوا كده. صحيح في السوشيال ميديا وجمهور السوشيال ميديا اقل وعيا من جمهور المدرجات، ده انا في تقديري الخاص. بمعنى ان هم بيتطرقوا قبل كده مثلا كان في مباراه المريخ وعزام التنزاني قالوا لناس عزام المريخ عمل سحر في الملعب، مش عزام التنزاني تمرن تمريناته في الاكاديميه وشتتوا لعيبتهم في عدد من الشقق المفروشه هنا في الخرطوم منها في السوق المحلي وكده، وعملوا ضوضاء لفريق عزام جه خسر قدام المريخ 3. عزام ده لو نزل في الفندق وتمرن في استاد المريخ ممكن كان ما يخسر 3، ممكن كان يقصي المريخ من دوري ابطال افريقيا. موجوده في افريقيا، موجوده في افريقيا. وعندنا نحن جمهور الهلال المريخ في السوشيال ميديا لانه ما في مراقبه، ما تعرف ما في وعي، الملكيه الفكريه ما واضحه، المساله المعلوماتيه دي بتيجي بيتحدثوا عن بيع عن حكام. هسه بيتكلموا انه قالوا الحكم المغربي ده الجزائري قبض 100,000 دولار. من وين المعلومه دي؟ انا ما عارف. موجوده ايه صح مكتوبه صح حتى قسموها بالقروش يعني قسموها بالقروش. والحكم ده جاء من هناك، اقول جات من مين؟ من نادي وطني. صحيح. اقول جات من الاهلي المصري. يلا هذا الكلام لا يذكر في الصحف وفي المواقع الالكترونيه وفي القنوات لانه في حساب. انت في جهات رسميه في السودان حتسالك وتغاضيك، فاصبح هناك لا حسيب ولا رغيب يتكلموا. واذا هم اصلا بيتطرقوا للمسائل السياسيه او مصالح الدوله العليا هم بيتكلموا فيها، ناهيك عن مباراه كره قدم. فدي النقطة المهمة. فالأمر ده التشفي موجود في مواقع التواصل وفي الغارة الإفريقية كلها شايفين بين جمهور الأهلي والزمالك موجود هذا التشفي، وبين جمهور كل جمهور جماهير الديربيات في الوطن العربي هذا التشفي موجود. لكن أنا أعتقد أن جمهور المدرجات أكثر وعيا وواعين، ممكن بيحب فريقه أكثر، ما بيحب الخصم سواء الهلال أو المريخ، يعني داير فريقه يكون أفضل، وده أمر طبيعي طبعا. لكن ما يضع العراقيل أمام الفرقة. في واحد مثلا من صحفيين المريخ مثلا ذكر وقال لا افضل المريخ يلعب في القاهرة، استدل على هذا الامر بانه يا اخي ممكن جماهير الهلال دي تجي تفلع ناس الاهلي وتجي تفلع لنا الاستاد ويقعدوا لنا حول الاستاد ويعملوا لنا شغب فيعاقب المريخ. ده كلام الجاف الاول. ايوه ده كلام الجاف. يعني احنا احسن يا اخي نذهب بهذا الامر بكلياته ونمشي نلعب هناك مع الاهلي في القاهرة. حتى ذكروا انه ممكن السرعة يكون داخل المجلس السابق للمريخ. ممكن ذكروا كده. طيب اذا جينا عملنا الامر ده مشينا في الفرضية وقلنا فرضية الصحة بده صحيحة مثلا يعني تمام. ليه انت ما اخذت في وقت قعدت مع الاهلي ووافقت انك تلعب المباراة في استاد السلام، ليه ما اخذت حقك كامل، حقك القانوني كامل حسب لوائح الكاف؟ الاهلي عندما يعني طلب من المريخ ان المريخ يلعب قدام الاهلي في القاهرة ما كان في فكرته فكره ال 500 مشجع وال 4500. مفتكر المريخ يكون سهل، مفتكر حيكون سهل وهو موضوع يكون ماشي. كان في فكرته انه الفريق مرهق، واليوم الاعلام المصري يتحدث عن سبب خساره صن داونز الجدول الضاغط في بطوله الدوري والارهاق الذي يتعرض له فريق الاهلي ولاعبيه من مشاركات متواصله منذ الموسم الماضي، جات البطوله العربيه والبطوله الافريقيه وكاس العالم للانديه، فريق مرهق جدا ولعب السوبر الافريقي في قطر، فبالتالي الفريق مرهق جدا. المنتخب المصري برضه المنتخب المصري طيب فالامر ده صعب بالنسبه هم لسه جاي عليهم كمان مباراه السنغال بعد 10 يوم. أيوة. بعد 10 يوم مباراه السنغال وفي جزء كبير عدد كبير من لعيبه الاهلي هم كانوا دايرين انه ما يرهبوا لعيبتهم ثاني يجوا السودان ويلعبوا قدام يعني دايرين يلعبوا مع المريخ هناك في الغير، ده كان هدفهم الاساسي. لكن الان احسوا بانهم سيواجهوا المريخ في الجوله الخامسه من البطوله وحسابات الاهلي معقده بشكل كبير، اقلها انه الاهلي الفريق الوحيد في المجموعة الذي فقد فرصة أن يكون هو المتصدر. الفريق الوحيد الأهلي لو فاز ممكن يتصدر، المريخ ممكن يتصدر ويتأهل. الأهلي فقد فرصة الصدارة، لم يفقد صحيح، الأهلي حظوظه أعلى من الهلال والمريخ في التأهل والترشح في التأهل رفقة فريق صن داونز، ده المنطق بيقول كده، الموضوع الورق بيقول كده. لكن الأهلي فقد فرصة الصدارة لأنه المواجهات المباشرة مع فريق صن داونز
ليست لمصلحة الأهلي بإنما هي لمصلحة فريق صن داونز وجنوب أفريقيا. جميل. طيب يا حياتي وجوده في أفريقيا بتاعت ما جيتي مدير صن داونز، طيب لو جينا معاك يا سيد سعيد للفرص المجموعة وقلنا إن 10 نقاط صن داونز، 4 نقاط حاليا طبعا فريق الأهلي، الهلال، المريخ، وطبعا سالب واحد الاثنين كل فريق، والنهائية تحسب بالمواجهات المباشرة طبعا. طيب المواجهات المباشرة تحسب في في المحصلة النهائية عندما تكتمل المواجهات المباشرة، لكن روليت الترتيب حاليا وهو غير مهم، روليت الترتيب عشان ما يجي المريخ يقول نحن قدام الهلال والهلال يجي قدام المريخ، روليت الترتيب هو بصافي الأهداف ثم بالأهداف المسجلة المحرزة طيب ثم بعد ذلك بالبطاقات الملونة الفير بلاي المواجهات المباشرة تحسن بها عند اكتمال آخر المجموعة والتأهل. أيوة. الهلال لديه أفضلية مواجهات مباشرة أمام المريخ. أيوة. المريخ فاز 2-1، الهلال فاز 1-0، الهلال لديه أفضلية مواجهات مباشرة. أيوة. يعني الهلال عنده يعني فرصه الآن غائمة أكثر من المريخ أنا في تقديري. في أمر آخر يمنح الهلال أفضلية على المريخ، الهلال لديه مباراة من صن داونز هنا في مدرمان. أيوة. المريخ كان ممكن يكون عنده مباراه هنا مع الاهلي، هنا مع الاهلي دي النقطه بقت ما في هنا، ما اتوقع انه يصليها ولا الاهلي اتوقع انه يصليها. صحيح. يعني الاهلي قلت انه الاهلي الان متعب وفرصه صعبه انه ما حيصدر المجموعه، لكن الاهلي عنده مكسب كبير انه حيذهب من جنوب افريقيا ويرتاح في مصر مع المريخ ثم مع الهلال، وعنده كمان افضليه الجمهور العكسه هو العكسه لمصلحته وجمهوره قدام الهلال. ايوه وجمهوره قدام الهلال. الهلال هنا يلعب من غير جمهور. طيب الأهلي عنده كورتين في مصر قدام المريخ وقدام الهلال. طيب نجي أول للجولة الخامسة، الجولة الخامسة الهلال هنا أمام صن داونز والمريخ في القاهرة أمام الأهلي. المريخ لو داري يدخل في لعبة المواجهات المباشرة مع الهلال ومع الأهلي يجب أن يفوز على الأهلي 1-0 أو 2-1. إذا فاز المريخ على الأهلي يصبح لديه أفضلية مواجهات مباشرة ويصبح برصيد 7 نقاط، ودي النتيجة الأقل توقعا عطفا على أداء المريخ، عطفا على بطاقات الملونه اللي جه حكم طلع عليه 13 كرت اصفر، وعطفا على انه المباراه ستكون مباراه الاتجاه الواحد مع فريق بالنسبه لفريق الاهلي. لكن رغم ده فريق الاهلي سيدخل مباراه المريخ مشدود بدرجه كبيره. المريخ لو استطاع انه يصمد قدام الاهلي، المريخ دائما قدام الانديه المصريه يخسر في اول ربع ساعه وفي اخر ربع ساعه بشكل ثابت. لو رجعنا لكل مواجهات المريخ مع الانديه المصريه واستقرأنا تسجيل اهداف في مرمى المريخ سنجد انه الهزائم سببها اهداف في الربع ساعه الاولى او اهداف في الربع ساعه الاخيره. والمريخ في مباراه الاهلي دخل فيه هدف في الربع في الدقيقه 2 او الدقيقه 4 وهدف في الدقيقه 76 في الربع ساعه الاولى وفي الربع ساعه الاخيره. المريخ يستطيع انه يستدرج الاهلي ويلعب قدامه بشكل قوي جدا، ويستطيع على الاقل ان يخرج معه متعادل. واذا خرج المريخ امام الاهلي متعادل حسابات المجموعه حتتعقد بشكل كبير، لكن لا يعني انه الاهلي خرج من المسابقه. لماذا؟ الهلال عنده كره هنا مع صن داونز، الهلال فرضا انه الهلال فاز على صن داونز بقى 7 نقاط والمريخ 5 والاهلي 5. الاهلي والهلال ستكون بينهم مباراه قويه جدا وحاسمه في القاهره. مساله انه الاهلي يفوز في مباراه الجوله الاخيره على الهلال قائمه حظوظ اكثر. مباراه على ارضه وجمهوره وفريق كيف يعرف يعني يلاعب الكبار والمراحل الحاسمه، يعني فريق عنده قراءاته وعنده حساباته الخاصه. المريخ وضعه صعب، مباراه مع الاهلي في القاهره، مباراه مع صن داونز في جنوب افريقيا. طبعا الحل الوحيد لتاهل المريخ هو انه يتمكن فريق صن داونز من فرض التعادل على الهلال. انه صن داونز لو يتعادل مع الهلال ممكن يلعب مع المريخ بالعناصر البديله، لانه يعني اعتبر الفريق تأهل تأهلوا في الصداره دي الحسابات الوحيده قدام المريخ او التي تسهل مهمه المريخ. والمريخ يقوم يتعادل مع الاهلي ويذهب الى جنوب افريقيا بغيه الفوز او التعادل، هي حسابات معقده للغايه الافضليه فيها لمصلحه الاهلي ثم الهلال ثم المريخ بالترتيب على الورق كل العناصر دول امور على الورق بتقول كده. المباراة صعبة وما سهلة. الهلال برضو هيلعب مع صن داونز عصرا والمباراة بدون جمهور. صحيح الهلال الحقيقة شوف بيقدم في مستويات جيدة، يعني أنا في تقدير الهلال الأربع مباراة الخاضة كان جيد، حتى عندما خسر أمام المريخ في مصر ما كان سيء. ما كان سيء، كان جيد. كان استحواذ، الذي استحواذ الان هو متراجع في النتيجه فهو استحواذ، لكنه كان جيد. قدام صن داونز في جنوب افريقيا كان جيد، وقدام الاهلي هنا في مدربان ايضا كان جيد.
لكن عنده مشاكل، عنده سلبية كبيرة جدا في الهجوم. في الهجوم يعني استحواذه مع المريخ كان استحواذ سلبي، استحواذ لكن ما دون فعالية، دون فعالية حقيقية بالنسبة لمرمى المريخ. حتى الهدف الجاء في مرمى المريخ هنا في مدرمان، هدف ياسر مزمل، هي كرة سقطت خلف الحارس والمدافعين، يعني خطأ، يعني ما من جملة هلالية ملعوبة بشكل جيد، أو خط الوسط نقلها بشكل جيد، رؤوفك دخل شوية حرك اللعب كصانع العاب، لكن في النهاية ما بشكل جيد، هو ما وصل لمرمى المريخ بشكل سهل، يعني زي مثلا جون المريخ الثاني قدام الهلال، يعني الكرة مشى وعكسها والسمان صار. طيب دي الوضعية كده، الأهلي ثم الهلال ثم المريخ. طيب ارجع لك نقطة مهمة، انا في تقدير المريخ عندما تعادل امام صن داونز في القاهرة في الجولة الأولى فرط في اسهل مباراة له نظريا. ليه؟ لأنه مباراته اللي بعدها كان مع الهلال دي ما اسهل، لأنه دي مباراة ديربي اي حاجة ممكن تحصل فيها. فأسهل مباراة نظريا هي امام صن داونز في القاهرة، لأنه انا عندي كورتين، المباراة حقتك الاعتبار حقتك، انت عندك كورتين مع الأهلي في القاهرة، عندك كورة مع الهلال في مدرمان، وكورة مع الهلال في القاهرة، وكورة مع صن داونز في جنوب افريقيا. الاسهل وسط كل الستة كور امام صن داونز في القاهرة، خرج المريخ بالتعادل السلبي. نعم. طيب فرط في المباراة الأولى. طيب يا سعيد، وجينا لهلال المريخ ونحن الآن في الجولة الرابعة، داخلية الجولة الخامسة، موجودة فرصهم بقوة، بقوة حتى لو كانت تأتي بعد الأهلي، صحيح، بقوة، وهما الثنائي الممكن يتصدر المجموعة على فكرة، صحيح، وكذلك بيلعب في مجموعة بغض النظر عن مستويات الفريقين، لكن يعني كبيرين صن داونز والاهلي المصري، فريقين صحيح وابطال يعني الافضل في الغارة في الخمس سنوات الاخيرة، فده بأكد انه رغم كثير من مشاكل الكرة السودانية والمستويات اللي احنا ممكن ما عجبانا وكرتنا متردية ومتدنية وكده، الا انه ما قدم مستوى جيد صحيح يستحق الاشادة والتقدير، قارعوا الكبار. نعم. وهذا يؤكد انه صن داونز لم يتأهل بعد، صحيح. نعم. طيب اتفق معك انه رغم الاوضاع السياسيه المعقده في البلد، ورغم انه الاوضاع الرياضيه الصعبه وكل هذه الامور، لكن الجيل الحالي من اللاعبين السودانيين حقيقه جيل لديه احترافيه، وجيل لديه وعي جيد، وهو اقل موهبه من جيل ماضي، لكن اعلى احترافيه، عنده الانضباط، عنده الشخصيه في الملعب. شاهدنا يعني ما هش، ما جيل يعني عنده موهبه وهش نفسيا، لا، يعني مساله الهشاشه النفسيه حقت اللاعب السوداني قلت شويه عند هذا الجيل. أيوه. والان هم يقارعوا في صن داونز والاهلي، رغم انه قلنا المشاكل الموجوده في الاهلي وكل هذه الامور، لكن هم يقارعوا، يقدموا في مستوى. شوف هذا الجيل يلعب عصرا، والهلال والمريخ اعتادوا اللعبه مساء، يلعبوا بدون جمهور منذ جائحه كورونا. الادارات ما قاعده تجيب لهم محترفين يصنعوا الفارق كما كان موجود في السابق، مع كل احترامنا الإدارات الحالية في المريخ. نعم. صح، وتارة مع الهلال ثابت كقلب دفاع، وتوني مع المريخ مميز جدا، يعني توني مع المريخ، السماني الصابي في جاب الجونين في الهلال، لكن توني كان أفضل من السماني في تلك المباراة. نعم. لكن ما في المحترفين للهلال ده، كان يوسف محمد وكلتشي وداريو كان ففكر هيكل في المريخ مثلا، أيوة، كان في هيكل بتاع نجوم محترفة، لا أنت ما عاد الأمر ده موجود. لعيبة الهلال المحترفين الآن الخمسة ما ابغى تعرفوا اجاجون لحد ما الى حد ما، حتى فيرو نازلون لسه ما خشوا في الدقيقه، ما خشوا بشكل كبير، لانه انت برضو جبتهم قريب يعني فتره بسيطه، ما خط عدد من المباراه. ودار ارجع لنقطه يعني في حالي ما انه اثر بعد اواتار وتوني اوجو بصراحه. نعم صحيح. فبالتالي ما اجاجو برضو مع الهلال كان دخل في التشكيله الى حد ما، لكن ما الفارغ الذي كان يصنع من قبل بالنسبه للعب. لكن رغم كل هذه الامور، الفريقين الهلال والمريخ، فالهلال وصل للمجموعات للسنة الثالثة على التوالي، والمريخ للسنة الثانية على التوالي، برضو ده أمر جيد. صحيح ما تمكنوا من تحقيق نتائج وانتصارات على الخصوم، هم فقط انتصروا على بعض الهلال والمريخ، يعني حتى الآن الهلال والمريخ عنوانهم الرئيسي غياب الانتصار في مرحلة المجموعات. النسخة الماضية الهلال 6 مباريات، والنسخة الحالية 3 مباريات، الهلال فاز على 4 مباريات، الهلال فاز فقط على المريخ. والمريخ النسخة الماضية 6 مباريات، والنسخة الحالية 4 مباريات، المريخ فقط انتصر على الهلال. ما في فريق سوداني انتصر على فريق اخر في مرحله المجموعات فقط. لكن رغم ده في اداء جيد، في 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 مستوى منافسه قويه، في منافسه قويه. اعتقد انديتنا لو وجدت ظروف افضل، يمكن الهلال فيه استقرار، يعني فيه استقرار اداري وفني اكثر يعني شويه من المريخ. لكن مع ظروف جائحه كورونا، اللعب عصرا، ما في جمهور، يعني عوامل كثيره جدا. طيب بس لازم ما ترشح لسه
لسه ما ترشح. نعم. رغم العشر نقاط. رغم العشر نقاط. لو فاز الهلال على صن داونز وعلى الأهلي، وفاز المريخ على الأهلي وعلى صن داونز، يترشح فريق الهلال والمريخ. نعم. يكون أحدهم صدر كمان. الهلال أول، لأنه الهلال فارغ المواجهات المباشرة مع المريخ. أتمنى يحصل ده. الهلال ما عنده فرصة. نهاية الأحلام يترشح لتاني. دي قمة الأحلام. دي مسألة هاي. نعم. طيب هي مسألة نظريا قائمة، لكن عمليا صعبة جدا. طيب في ناس رأيك بيقولوا إنه الأهلي وصن داونز هو حيترشح، رأيك من الموضوع؟ بس صعب. لا الكلام ده ما صحيح يعني الهلال والمريخ يفوز. لا، الاهلي وصن داونز ما هيترشحوا. ما هيترشحوا الاثنين يعني. هيترشحوا الاثنين هيغادروا الهلال والمريخ. والله ده عمليا اغرب هذه النظريه. عمليا الكلام ده غريب، لانه الاهلي هيلعب في القاهره. مباراتين في القاهره مع الهلال ومع المريخ. طيب لو جينا معاك لجزئيه ثانيه، ندخل في مباراه القمه الاخيره، فوز الهلال هدف دون مقابل، هدف ياسر المزمل في الدقيقه الاخيره. هذا الانتصار كسر به الهلال كثير من الاشياء، يعني عاد نفسه للتنافس، لخبط حسابات المجموعة، كذلك يعني كسر سلسلة عدم الانتصار 10 مرات في من آخر مباراة بلاتينيوم تقريبا زيمبابوي. ماذا يعني هذا الانتصار لفريق الهلال أمام المريخ، وماذا يعني هذه الخسارة للمريخ في هذا الديربي؟ طيب، أول انتصار الهلال بالنسبة للهلال أو لسان حال الهلال إنه هذا الانتصار كان يجب أن يكون. أنا في تقديري لو خسر الهلال أمام المريخ في المباراة الماضية دي، كان سيكون وقعها كارثي على الهلال، لأنه ما حيكون في إمكانية تقبل خسارتين أمام المريخ في ظرف 10 يوم. صعب، كان حيكون وقعها يعني قاسي جدا. قد تطيح بالمدرب، تطيح بالقطاع الرياضي، أصلا مشاكل موجودة، ما جات الجمعية العمومية والناس عملت مشاكل، فكان سيكون وقعها كارثي جدا. الانتصار بتاع الهلال، والهلال كان في نفس المباراه نفسه كان لديه افضليه في تقدير النسبيه في اخر الساعه بالذات يعني. نعم، على المريخ استفاد من مساله الكرت الاصفر، وده برضه حاجه ايجابيه للمدرب، يعني عرف يمنح فريقه الافضليه بعد خروج الكرت الاحمر لعماد الصيني. فبالتالي انتصار بالنسبه لهم كان مهم، العوده للبطوله، الفوز على الند التقليدي المريخ. مساله المريخ متفوق عليهم في المواجهات حقت البطوله الافريقيه، لا نحن كمان نتفوق على المريخ، سجلنا هدف. دي كلها كان نقاط المدرب كان بالنسبة له مهم. يعني أول مباراة له مع المريخ خسيرة، كان في القاهرة، الآن دي مباراته الثانية، كان ممكن تطيح به. يعني كان عوامل كثيرة جدا أدت إلى يعني تثبيت الأجواء، مقابل أنه المريخ أصلا الصراعات فيه كانت قائمة. فاز على الهلال هناك، خسارته صحيح أغضبت المريخاب، لكن وقعها أخف من وقع هزيمة الهلال إن حدثت، لأنه دي كانت تكون كورتين، لأن المريخ برضو فاز قبل أيام ما بعيدة، فاز على الهلال. خسارة مرتين من المريخ كان خروج الهلال من الحسابات، خروج نهائيا طبعا، حتى التعادل كان معناه خروج. فبالتالي كان سيكون وقعها صعب جدا. دي النقطة كسر بيها الهلال. أيضا على ملعبه ما كان قادر بيسجل أهداف، منذ هجف هدف عبد الرؤوف في الأهلي المصري. الهلال أمام السنة العام الماضي أمام صن داونز وشباب بلوزداد ومازيمبي، ثم أمام الأهلي وصن داونز، خمسة مباريات دون تسجيل أي هدف في ملعبه في أمدرمان. ليأتي هدف مزمل، هدي ياسر مزمل في الدقائق الأخيرة، يكسر به صيام لعيبة الهلال في أرضهم في البطولة الإفريقية. في نقطة مهمة، هل يكون تأثير إيجابي في مباراتي الهلال القادمتين طبعا، صن داونز وأمام الأهلي المصري؟ كله تأكيد. ياسر مزمل مع محمد عبد الرحمن أسهما في تتويج الهلال بلقب بطولة الدوري الممتاز النسخة الماضية، وتوجوا الكلام ده بالتسجيل في مرمى النادي التقليدي المريخ في الجولة الأخيرة. فاز الهلال رغم أن المباراة كانت ودية، يعني الهلال كان خلاص توج. بعد ده هذه الثنائية كسر المدرب جواو موتا، الكلام ده كان مع المدرب ريكاردو. جواو موتا كسر، وياسر مزمل ومحمد عبد الرحمن سجلوا الخمسة أهداف حقت الهلال أفريقية في المراحل التمهيدية، الخمسة كلها سجلها. جاء المدرب ما بدا بياسر مزمل اساسي في مرحله المجموعات، كسر هذه الثنائيه محمد عبد الرحمن وابراهيم. يعني هذه الثنائيه مشت، يعني انا اعتقد كان نجحت. نعم. نجحت حتى على فكره، حتى مستوى فني كان مع السيد هنا وكابتن ديما نفس رايك انه ياسر مزمل ومحمد عبد الرحمن افضل يكون ابراهيم مستوى حاضر، زي ثنائيه سيف تيري ومحمد عبد الرحمن في المنتخب اللي قادت المنتخب للتاهل. كسرت المنتخب ذاته ما عمل اي حاجه، صحيح. انت كسرت هذه الثنائيه. طيب، ياسر مزمل اكثر لاعب سجل اهداف في مرمى الهلال والمريخ عندما كان لاعبا في اهلي شندي. نعم. دي نقطه مهمه جدا. ياسر مزمل الان 4 اهداف ينافس مع احد لعيبه الوداد ولعيبه الترجي على لقب هداف بطوله النسخه الحاليه. ابطال افريقيا. المباراه الماضيه حقت الهلال المريخ دي قبل ما تبدا كان في 4 لعيبه من الهلال والمريخ عندهم 3 اهداف، محمد عبد الرحمن وياسر مزمل من الهلال، وتوني والسماني الصابي من المريخ. ياسر مزمل وحيدا سجل في الغمة، وصل 4 أهداف. الآن يعني لو تمكن الهلال
من أنا في تقديري لو تمكن الهلال من عبور مرحلة المجموعات يمكن أن يكون ياسر مزمل هو هداف دوري أبطال إفريقيا ويكون أول لاعب سوداني بذلك. طبعا سادومبا شال لقب هداف دوري أبطال إفريقيا 2011 لكن هو لاعب أجنبي وشاله بشعار الهلال لكن هو لاعب غير سوداني. أنا قصدي كلاعب سوداني اللقب ده استعصى على عناصر سودانية كثيرة منها بكري المدينة خسر اللقب في الجولات الأخيرة لقب الهداف في 2015 سيف تيري لاعب المريخ خسر هذا اللقب في الجولات الأخيرة في 2021 6 أهداف بعد ذلك 9 أهداف. وبالتالي ياسر مزمل لديه الفرصة وهذا برضو محمد عبد الرحمن والمريخ برضو لو مشى برضو سمان الصاوي وسمان الصاوي طبعا ما مهاجم صريح يعني هو ما لعب هداف يعني سمان الصاوي ما مهاجم أصلا هو مدافع وجابوه مهاجم بيسجل في أهداف غالية وحاسمة لكن ما لعب درجة على هز الشباك ما زي محمد عبد الرحمن وسيفتير وياسر مزمل. نعم نعم. طيب سالم سعيد ممكن اخذ معك جزئيه اخيره من موضوع مصطفى غربال هذا الحكم اللي دخل 13 بتاع صفراء واحد حمراء وذكرت السوشيال ميديا ضجه ضد الحكم واتهمه باتهامات كثيره جدا وبيقال انه حسب راي الناس طبعا انا اشوف رايك الاعلامي انت كمان انه يلعب لمصلحه الاهلي المصري بهذه البطاقات الكثيره. والله شوف الغاره الافريقيه عودتنا انه كل شيء ممكن اي شيء ممكن بانه هذا الحكم جاي عشان ما يطلع العدد الكبير من البطاقات الصفراء والحمراء وانت انا ارى انه اللاعبين ساعدوا الحكم. اللعيبه كانوا متوترين بكل تاكيد انا اعتقد هي ما بالدرجه يعني اللي قيلت انه الحكم ده جاي من هناك عشان ما يبعد لعيبه الهلال والمريخ وزاد على هذا الامر بعض رواد مواقع التواصل المريخ انه هذا الحكم اتى ليهزم المريخ على اعتبار المريخ لو فاز هيصعب مهمه الاهلي مصلحه البطوله كانت تقتضي مباراه تطلع درون يعني الحكم ده كان ماشي على التعادل حتى هدف ياسر مزمل يعني هفوه من الحارس يعني سقطت خلفهم والمهاجم هو بديل هو كان بديل اصلا وجاب الجون. دي مساله انا برضو مساله انه نغرق انفسنا في مساله اننا يعني مترصدين او الشمال الافريقي مترصدنا او نادي زي مازيمبي نادي بتاع رجل اعمال سري وعنده حقول حق الذهب ولا بترول بيدفع مترصدنا هذه العقليه برضو ما بتساعد وهو الامر ده موجود في قاره افريقيا لا يستطيع طبعا لا شك فيه واعتراف جعفر وكثير من النجوم على الفاضي الامر ده موجود لكن انا ما اقدر ارسخه في اذهان لعيبتنا عشان ما يحسوا عقب كل هزيمه لا يا اخي ده الاهلي واصلا هو حيكون اشترى الحكم والكلام ده يعني تكسر عزيمه اللاعبين اداراتنا مجال الادارات يجب ان تكون اكثر وعي وتحاول ان يعني تعرف كيف تدير امورها خارج المستطيل الاخضر. يعني ممكن في قصه شهيره انه جمهور اداره الوداد في المباراه النهائيه قدام الهلال هنا عينت حراس شخصين للمدرب من بعيد عشان اداره الهلال لا تستطيع ان تصل الى الحكم. ما هو ادارات المباراه الافريقيه كلهم بيصلوا للحكام وده امر حاصل يعني وقالوا نجوم كبار يعني معروفة. على الملا يعني نجحوا في انه هل الهلال يستطيع ان يمنع اداره الوداد من الوصول الى حكم هناك في العاصمه المغربيه في الدار البيضاء في الرباط لا يستطيع لكن هم في ارضك هنا يستطيعوا ده جزء من الذكاء والحرب خدعه أيوة. فبالتالي ده جزء من الامر ده لكن دون يعني القاء الامر بشكل كامل في عقليه اللاعب السوداني حتى لا يشعر بانه هذه البطوله لا تلعب فقط في المستطيل الاخضر. نقطة مهمة جدا والله. نعم. سالم سعيد يا أخي شكرا جدا وجودك معي اليوم. شكرا جزيلا. ضربة حرة الحديث الكامل والكثير عن مجموعة أبطال إفريقيا التي فيها فريقين القمة السودانية هلال المريخ ومنيات التوفيق لهما وأن تحقق واحدة من الحسابات تحصد المعجزة ويتأهلوا سويا يفوزوا ويترشحوا سويا ويغادروا الأهلي وصن داونز وإن كانت هي ليست مستحيلة لكنها صعبة. صعبة لكن نتمنى إن شاء الله. نعم. شكرا سالم سعيد وكذلك شكرا لكل الذين يتابعونا ما زلنا مستمرين معكم في ضربة حرة فاصل قصير بعدين نواصل معكم ضربة حرة.